بل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك. عطوفة الأمين العام محمد دحياري مندوب وزير الزراعة الأكرم راعي هذا الحفل. الحضور الكرام، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الصباح العجلوني الجميل. أهلاً وسهلاً بكم تحت ظلال مهارس الزيتون العتيقة. أهلاً وسهلاً بكم في موسم الخير والعطاء، موسم الزيت والزيتون وكل خيرات عجلون. عطوفة مديرية ثقافة عجلون السيد سامر فريحات فليتفضل. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وكل الأنبياء إخواني بإحسان إلى يوم الدين. عطوفة أمين عام وزارة الزراعة مندوباً عن معالي وزير الزراعة، أصحاب السعادة والعطوفة، الإخوة والأخوات الحضور بهاءً وألقاً في هذا الصرح الثقافي المتميز اليوم بكم وأنتم جميعاً قامات وقيمة نعتز بها. أسعد الله بالخير واليوم والبركات صباحكم وظاهرتكم الطيبة هذه. كم هو جميل أن تلتقي مؤسسات معنية وشريكة على خدمة هذا الوطن بأي مجال كان، واليوم نحتفي كعجلونيين كأردنيين بإطلاقة مشروع على غاية من الأهمية وهو الاهتمام بشجرة الزيتون. هذه الشجرة التي بارك الله بها وأفرد لها في قرآنه الكريم مكانة، وهذه الشجرة التي تربينا ولعبنا في ظلها، رعتنا ورعيناها، هذه المباركة الخيرة التي وجب علينا جميعا سواء في وزارة الزراعة أو في وزارة الثقافة، وقد حضر زملائنا من هذه الوزارة ليشهدوا إطلاقة هذا المشروع المهم. فعجلون المكان والإنسان بقيمتها التاريخية ومختزلاتها، وقيمتها أيضا في ناحية النشاط البشري بما سادت عبر عصورها التاريخية وصولا إلى ما نحن فيه في العهد الهاشمي، هذا العهد الذي نستظل في ظل دوحة بني هاشم أمد الله لهم من الظفر والقوة والعطاء، فهم عطاؤون بالفطرة، ونحن شعب قد تكافلنا قيادة وقاعدة على أن يبقى هذا الوطن دائما وأبدا قلعة حصينة نسير به ونسير بنا نحو العلا. بركت كل الجهود التي تسعى دائما وأبدا إلى إضفاء الجودة، واليوم وزارة الزراعة
ووزارة الثقافة التي تسعى أيضا إلى أن يصبح المهراس على قائمة التراث العالمي، والأمر ليس ببعيد فسنناله بعون الله، لأن هذه الشجرة المباركة رمز تراثي ووطني وثقافي مهم يجب أن نعتز وأن نعتني بها أيما اعتنان. فعجلون قد حضر التاريخ بها وحضرت به، وقد أكدت كل المعاني الإنسانية التي سادت في المكان على أهمية هذه الشجرة، فلذلك توارثنا محبتها جيلا عن جيل، والآن نعتقد أن شجرة الزيتون الشجرة المباركة المقدسة هي في الواجهة، ويجب علينا حقيقة أن نسعى للاعتناء بها. أنتم حضرتم نهاء في هذا الصرح، هذا الصرح الثقافي المهم الذي يمثل موئلا لحراك ثقافي متميز في المحافظة، أو أيضا من كافة الفعاليات التي تأتينا كضيوف أعزاء من كافة أرجاء هذا الوطن العزيز. فهذا المكان يليق بكم وتليقون به، وقد أعد حقيقة كبنية تحتية واستراتيجية لأن نشهد فعاليات مائزة قادرة حقيقة أن تقدم وجبة ثقافية متمكنة فكريا ومتمكنة قيميا وعقائديا وما إلى غير ذلك. فبورك هذا الحضور، وبوركتم عطوفة الأمين العام ممثلا لمعالي وزير الزراعة، فهذا اليوم يليق بكم حقيقة، وفيه حفاوة وفيه حميمية وفيه عبق أيضا. فلتبقى إن شاء الله وليبقى هذا الوطن يسيد في ظل أمنه وأمانه، وأن يبقى فيه أطر التنمية تسير نحو التنمية الشمولية التي تتراكم وتتلاقى وتتقاطع مع بعضها البعض، وصولا إلى أن يسود هذا الوطن كما حق له أن يسود إنسانا وقيادة. وبارك الله فيكم، وليبقى هذا الثرى طاهرا طهور، وشكرا لحضوركم الطيب، والله يعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم. وإيجاد حلول لكل ما يعاني منه مزارع عجلون، وتقديم المشورات والخدمات الزراعية. قامت مديرية زراعة عجلون مشكورة بجهد كبير. واقع الزراعة في عجلون وخاصة الزيتون، والمحافظة على الإرث العجلوني من الزيتون المعمر والمعروف بالرومي، يحدثنا عنه مساعد مدير زراعة عجلون الأستاذ الدكتور موفق الخصاوني، فليتفضل. أصحاب السعادة والعطوفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتاز محافظة عجلون بمواسمها الزراعية المختلفة، وتمتاز في أشجارها المثمرة المختلفة، وتعتبر الزراعة من أهم الركائز الرئيسية في محافظة عجلون للأسر محافظة عجلون. فقد حباء الله ثمرات مناخية أو بميزات مناخية مختلفة، وكميات هطول أمطار ما شاء الله تبارك الرحمن، ويوجد بها كثير من الأنابيع ومن الآبار الجمع. محافظة عجلون مساحتها 422,626 دلم، منها 151,500 دلم مزروعة بالأشجار المثمرة. لا يخفى على أحد أن محافظة عجلون أصبحت محجاً في موسم قطاف الزيتون لمن أراد شراء الزيت الملمون، وهذا يكفي أن تقول بأن هذا الزيت عجلوني، ويكون محط ثقة للمستهلك. عطوفة الأمين العام، جئت زيارتنا اليوم لإعلان عجلون عاصمة الزيتون لسنة 24-25، وهذا موسم قطاف ذهب عجلون، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون 86,000 دلم، أي ما يعادل من الأشجار 860,000 شجر من الأشجار، ويقدر مساحة الأشجار الزيتون المعمرة 25,000 دلم منها مزروعة بالأشجار المعمرة، ويقدر متوسط الإنتاج من الزيت ما يعادل 7,000 طن سنويا. كما أن تقديرات الخبراء التي أشارت أن أكبر أشجار الزيتون المعمرة هي المهراس، وهي موجودة في منطقة الميسر في منطقة الهاشمية،
أما بالنسبة لمعاصر الزيتون ففي محافظة عجلون 14 معصر، أي بخطوط 26 خط من عصر الزيتون، أي بطاقة إنتاجية 37.5 ألف طن الساعة الواحدة حبوب. خطوط الأمين العام، نرحب بكم مرة أخرى على ثراء عجلون الطهور، طامعين دوما بمزيد من الاهتمام وبوركة جهودكم في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم. عطوفة الأمين العام، أصحاب العطوفة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، تختال عجلون بجبالها، بوديانها، بقراها، ويحق لها أن تختال وتضيء من زيتها قناديل الفرح، وتعطر جدائلها من زيتون المهاريس العتيقة، فرحا بإعلانها عاصمة الزيتون لهذا العام. كلمة مندوب وزير الزراعة معالي الدكتور خالد حنيفال يتفضل بإلقائها عطوفة الأمين العام لوزارة الزراعة المهندس محمد لحياني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. أسعد الله صباحكم وظهيرتكم أيضا أصحاب العطوفة والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة المتميزة لإطلاق مبادرة محافظة عجلون كعاصمة للزيتون، حيث تأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادراتنا السابقة التي تهدف إلى تعزيز دور الزيتون في تاريخ وثقافة الأردن، كما أن إعلان عجلون عاصمة للزيتون هذا العام يعكس التزامنا المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية. السادة الحضور، تعتبر أشجار الزيتون منذ القدم رمزاً للسلام والمحبة، وارتبطت بالتراث والثقافة في العديد من الحضارات المختلفة، ويعتبر الأردن من أقدم مواطن زراعة الزيتون في العالم، وخير دليل وجود أشجار الزيتون المعمرة التاريخية المنتشرة في كافة محافظات المملكة. وقد تطورت زراعة الزيتون بشكل ملحوظ، حيث زادت مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون إلى أكثر من 600 ألف دنم عام 2023، وبلغ عدد أشجار الزيتون المزروعة ما يزيد عن 11 مليون شجرة زيتون، أي ما يعادل 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و 20% من إجمالي المساحة بشكل عام. كما بلغ إنتاج ثمار الزيتون للموسم السابق حوالي 170 ألف طن، منها 140 ألف طن تم استخدامها في معاصر الزيتون لغايات العصر، أنتجت حوالي 26 ألف طن من الزيت، والكميات المتبقية تم تحويلها إلى استخدامها في إنتاج زيتون المائي. الحضور الكريم، إن اختيار محافظة عجلون عاصمة للزيتون يعتبر إقراراً بدورها الريادي في زراعة الزيتون منذ القدم، وتكريماً لهذه المحافظة العزيزة، حيث تعد أشجار الزيتون معمرة في عجلون رمزاً حياً لهذا التراث الزراعي، حيث يمتاز زيتون محافظة عجلون بنكهته الفريدة وقيمته الغذائية العالية، وهو نتاج لأشجار المهراس العريقة التي تعتبر من أقدم الأصناف الجينية في منطقة البحر المتوسط، وتعتبر جزءاً من التراث الزراعي والثقافي للمنطقة، والتي تم ترشيحها لإدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو
وهو إنجاز يعزز من مكانة الأردن على الساحة الدولية في مجال حماية التراث بشكل عام والتراث الزراعي بشكل خاص. تمتاز محافظة عجلون بطبيعة خلابة وتضاريس متنوعة، وتعتبر الوجهة المثالية للسياحة الزراعية والبيئية. واليوم بالإضافة إلى إعلان عجلون عاصمة للزيتون، نطلق أيضا مسارا سياحيا زراعيا يعزز دور المنطقة ويربط الزراعة بالسياحة، وسيكون هذا المسار فرصة للزوار استكشاف جمال الطبيعة في عجلون وتاريخ الزيتون في المنطقة، ويأتي في مجال جهودنا المستمرة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المجتمعات الريفية، وما يدل على ذلك وما يدل على أهمية ذلك ما تجسد مؤخرا في زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للحسين حفظه الله ورعاه إلى محافظة عجلون، وما يعكس الدعم الملكي الكبير لهذه الجهود والتزامنا جميعا بتطوير المنطقة في كافة المجالات بما في ذلك السياحة الزراعية التراثية. السادة الحضور، إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على تعاوننا جميعا، حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، لتحقيق الأهداف المشتركة. إننا في وزارة الزراعة نعمل بشكل متواصل على دعم المزارعين وتحفيزهم لتبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، ومن خلال هذه الفعالية نؤكد التزامنا بتعزيز مكانة الزيتون الأردني في الأسواق المحلية والعالمية. ونحن أيضا بالتعاون مع شركائنا في وزارة السياحة ووزارة الثقافة وباقي المؤسسات ذات العلاقة سنعمل بجد وإخلاص لتعزيز هذا التعاون. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا حفل الافتتاح، ومتمنيا التوفيق للجميع. حفظكم الله ورعاكم، وحفظ الأردن قويا منيعا في ظل الراية الأرشيدية. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والسلام عليكم. هذا الجزء الأول من البرنامج. هناك يوم طويل هذا البرنامج منتجات العجلونية تشاهدونه في ساحة التلفريك. على الخير لقيناكم وعلى الخير نلتقي، نلقاكم بخير تحت عرائش الدواري وظلال أمهات الزيتون في كل عجلون. حمى الله الأردن قيادة وشعبا، دعينا الله أن يظل الأردن واحة أمن وسلامة ومنارة عز وكرامة، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله. وختاما نكرر الترحاب بضيوف عجلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى على عطوفة الأمين العام بإطلاق عجلون عاصمة للزيتون هذا العام. عاصمة للزيتون.